بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الحسيب الكافي الحفيظ، أي هو الكافي عبادة كلما إليه يحتاجون، الدافع عنهم كلما يكرهون، فكفايته عامة وخاصة. أما العامة فقد كفى تعالى جميع المخلوقات، وقام بإيجادها وإرزاقها وإمدادها وإعدادها لكل ما خلقت له، وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويقنيهم ويطعمهم ويسقيهم. وأما كفايته وحسبه الخاص فهو كفايته للمتوكلين، وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده، أي من قام بعبوديته الظاهرة والباطنة كفاه الله ما أهمه، وقام تعالى بمصالحه ويسر له أموره. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من جميع المكاره والمضايق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا توكل العبد على ربه حق التوكل بأن اعتمد بقلبه على ربه اعتمادا قويا كاملا في تحصيل مصالحه ودفع مضاره، وقويت ثقته وحسن ظنه بربه، حصلت له الكفاية التامة، وأتم الله له أحواله وسدده في أقواله وأفعاله، وكفاه همه وجلى غمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم فقهنا في أسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أسماء حسنى لله جل وعلا، كلها ثابتة في القرآن: الحسيب والكافي والحفيظ. والحسيب له معنيان، له دلالتان: الأولى بمعنى الكفاية، وهو بهذا المعنى يكون متقاربا في معناه مع اسم الله تبارك وتعالى الكافي، ولهذا يمكن يقال الكافي هو بمعنى الحسيب في أحد معنيه. وأما المعنى الثاني للحسيب أي الحفيظ على عباده أعمالهم المحصي لها، وهو بهذا المعنى يشترك مع اسم الله تبارك وتعالى الحفيظ، الحسيب الكافي. في هذان الاسمان الإيمان بكفاية الله سبحانه وتعالى لعبده، وأن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه سبحانه وتعالى فالله حسبه، أي كافيه، لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا، فإن الأمر بيده ونواصي العباد طوع تسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد أوضح الشيخ رحمه الله
أن الكفاية التي يدل عليها اسم الله الحسيب نوعان، عامة وخاصة. العامة تتناول جميع المخلوقات، تتناول جميع المخلوقات، وهو كفايتها في أرزاقها ومصالحها الدنيوية وعافيتها في أبدانها وكفايتها في مساكنها ومطعمها ومشربها وغير ذلك، فهذه كفاية عامة. لكنها في حق المؤمن نعمة ومعونة على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولهذا فإن المؤمن يمتاز عن غيره بأن هذه الأشياء يذكر دائما أنها نعمة الله عليه، فيتعبد الله بالحمد والثناء على الله واستعمالها فيما يرضيه وعدم استعمالها فيما يسخطه سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فهذا شأن المؤمن، المؤمن في هذه الأشياء التي من كفاية الله له يحمد الله على نعمائه وعلى فضله وعطائه، ويعرف أنها نعمة الله عليه، بخلاف الكافر يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يقول قائلهم: أوتيته على علم عندي، أو ورثته كابرا عن كابر، أو نحو ذلك. الحاصل أن الكفاية نوعان: عامة هي لجميع المخلوقات، وخاصة إنما هي لأهل الإيمان، أهل طاعة الله سبحانه وتعالى، المتقين المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. والمراد بالكفاية هنا أي الخاصة التي تقتضي حفظه لعبده المؤمن وتسديده له والدفع عنه وهدايته لمراشد أموره وأبواب الخير. ومن يتق الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهنا لطيفة عظيمة نبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه، وهي أن من توكل على الله حقا فالله كافيه، فالله كافيه، لكنه لا يستعجل. قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فهي حاصلة ومتحققة في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى وهيأه لعبده المؤمن. الكفاية الخاصة هي كفاية الله للمتوكلين، وهي كفاية لهم في أمورهم الدنيوية وأمورهم الدينية. ولهذا في الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فالمؤمن على صلة بالله وعلى ثقة به جل في علاه، ومؤمن أن كفايته في أموره كلها الدينية والدنيوية والأخروية إنما هو بيد ربه وسيده وخالقه ومولاه. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، إذا حقق العبد العبودية وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى كفاه الله ما أهم، ويسر له أمره، ورزقه من حيث
لا يحتسب، وجعل له من كل بلاء وشدة مخرجا وعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن معاني الحسيب أنه الحفيظ على عباده كلما عملوه، أحصاه الله ونسوه، وعلم تعالى ذلك، وميز الله صالح العمل من فاسده، وحسنه من قبيحه، وعلم ما يستحق من الجزاء ومقداره من الثواب والعقاب، فهو في هذا المعنى بمعنى الحفيظ. نعم. يقول: من معاني الحسيب أنه الحفيظ على عباده. نحن عرفنا أن الحسيب له معنيان: الأول أي الكافي، أي الكافي الذي يكفي عبده مأمه، وهو بهذا يشترك مع اسم الله تبارك وتعالى الكافي. وله معنى آخر وهو الحفيظ على العباد كل ما عملوه، أي الذي أحصى الحسيب، أي الذي أحصى أعمال العباد كلها وأحاط علمه بها، أحصاه الله ونسوه. فهذا المعنى الثاني للحسيب يشترك فيه مع معنى الحفيظ. نعم. قال: وللحفيظ أيضا معنى آخر يقارب معنى الكافي الحسيب، وهو الذي تكفل بحفظ مخلوقاته وإبقائها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهذا حفظ عام. وأما الحفظ الخاص فقد قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فمن حفظ أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب، وحفظ فرجه ولسانه وجميع أعضائه، وحفظ حدود الله فلم يتعدها، حفظه الله في دينه من الشبهات القادحة في اليقين، وحفظه من الشهوات والإرادات المناقضة لما يحبه الله ويرضاه، وحفظ عليه إيمانه، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وحفظ الله عليه دنياه، وحفظه في أولاده وأهله ومن يتصل به. وكذلك ينقله الله من حالة أعلى من ذلك، وهي أنه من حفظ الله وجده أمامه وتجاهه، ويسدده ويوفقه، وتحصل له معية الله الخاصة التي لا تحصل إلا لخواص الخلق. على هذا اسم الله سبحانه وتعالى الحفيظ، وكذلك الحافظ، الحفيظ والحافظ كلاهما من أسماء الله، والصفة التي يدل عليها هذان الاسمان الحفظ. والحفظ الذي يدل عليه اسم الله الحافظ والحفيظ نوعان: حفظ تعلقه بالعلم، وهو الذي قدم الحديث عنه بقوله: الحفيظ على عباده كل ما عملوا، أحصاه الله ونسوه، وعلم تعالى ذلك. والمعنى الثاني للحفيظ تعلقه بالقدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو الحفيظ أي الحافظ لعباده الكافي لهم، الحسيب. ولهذا أشار إلى المصنف لأنه بهذا المعنى يشترك مع الكافي والحسيب، فالحفيظ أي الحافظ لهم، وحفظه لهم نوعان: عام وخاص. حفظ عام للمخلوقات كلها، وحفظ خاص لأوليائه وعباده المقربين. وهذا الحفظ هو بحسب حظ العبد من حفظه لحدود الله، بحسب حظ العبد من حفظه لحدود الله. قال: احفظ الله يحفظك. على حسب هذا الحظ من حفظ العبد لحدود الله سبحانه وتعالى يكون حظ العبد ونصيبه من حفظ الله سبحانه وتعالى له، وكفايته سبحانه وتعالى له.
فكلما كان العبد أعظم حفظا لحدود الله كان أعظم حظا ونيلا من حفظ الله سبحانه وتعالى له. وهذا الحفظ هو أيضا يتضمن معنى معية الله الخاصة، ولهذا قال في الحديث احفظ الله احفظ الله تجده أمامك، تجده أمامك أي حافظا ومسددا وهاديا ومعك معية خاصة تقتضي التسديد والحفظ والمعونة. نعم.